بعثه لاك رسالة إنذار، حملها 40 علجاً من وحوش التتار، قال فيها ما مضمونه باختصار: إنا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم، نحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، أي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم، خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال، الحصون منا لا تمنع والعساكر لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، من حاربنا ندم ومن طلب الأمان سلم، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب.